بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هنكمل النهارده تاني محاضره في الدايابيتس ويز بريجنانسي بعنوان الجستيشنال دايابيتس ميليتس. المحاضره اللي فاتت شرحنا الناس الستات اللي هم تايب 1 وتايب 2 اللي يحصل لهم حمل وعرفنا بنتعامل معاهم ازاي. الجزء الثاني من المحاضره وهي الجستيشنال دايابيتس ميليتس، ده معناه ايه؟ يعني ايه جستيشنال بقى دايابيتس ميليتس؟ هو جلوكوز انتوليرانس ذات ديفلوب اور فيرست ريكوجنايزد ديورينج بريجنانسي. يعني الست بدا يظهر عندها جلوكوز انتوليرانس، بدا يحصل عندها زياده في السكر، ولكن هذه الزياده ظهرت فقط اثناء الحمل. يعني الست قبل الحمل كانت فري، وبعد الحمل غالبا بتبقى فري وممكن تتحول الى دايابيتك بنسبة قد تصل إلى 5-10%. إنما هي قبل الحمل الفري، وأول 3 شهور من الحمل الفري، والتاني 3 شهور من الحمل الفري، وبيبدأ يظهر الجستيشنال دايابيتس في نهاية الثلاث شهور التانية من الحمل. طيب بنقول يوجوالي أوكير إن في الأسبوع الـ 24 والـ 28 ويكس. ليه بقى بيظهر في هذه الفترة والست بتبقى فري قبل هذه الفترة؟ due to increase الإنسولين resistant as a result of increased secretion of placental hormones. في الفترة دي اللي هي الأسبوع 24 و28 البلاسينتا بتكون تمت النضج وبتفرز كمية كبيرة من الهرمونز. هذه الهرمون بتؤثر على عمل الإنسولين، فهي أنتي إنسولين هرمون، فبتبدأ تظهر إنسولين ريزيستنت في هذه الفترة لو الست ما قدرتش تتغلب عليها بإفراز كمية معقولة أو كمية طبيعية من البنكرياس. البنكرياس يفرز كمية إنسولين كويسة جدا عشان يتغلب على هذه الريزيستنت اللي بتحدث في هذه الفترة، الست هتتحول إلى دايابيتك. طيب الناس اللي بيجي لهم، الستات اللي بيجي لهم دايابيتس ميليتس ويز بريجنانسي، بيجي لهم جستيشنال دايابيتس، أقصد بيبقوا عرضة إن يحصل لهم تايب 2 دايابيتس في المستقبل. Its presence is reflective of type 2 diabetes mellitus. يبقى الديفينيشن هنقوله بسرعة، جلوكوز انتوليرانس بيحدث أو ذات ديفلوب أور فيرست ريكوجنايز، أو الست أول مرة تعرف إن عندها سكر during pregnancy أثناء الحمل. أنهي شهر من الحمل؟ الأسبوع الـ 24 والـ 28. ليه؟ عشان الفترة دي بيبقى فيها الإنسولين ريزيستنت عالي. ليه؟ عشان البلاسينتا الهرمون بتبقى زايدة وبتعمل إنسولين ريزيستنت. طيب وجود الجستيشنال دايابيتس ميليتس ريفليكتيف ليه؟ ان الست ممكن يحصل لها في المستقبل تايب 2 دايابيتس. خلصنا من الديفينيشن في كلمتين، اهم حاجه ان الست فري قبل الحمل، ما عندها سكر خالص. طيب مين هم الستات اللي عرضه ان يحصل لهم جستيشنال دايابيتس ميليتس؟ يعني بيبقوا فري قبل الحمل، وما يحصل الحمل يخشوا في سكر. الستات اللي عندهم ريسك فاكتور للقصه دي اللي هي السيدات الاكثر عرضه لحدوث الجستيشنال دايابيتس، الستات اللي عندها هيستوري اوف ماكروسوميا، يعني جابت جنين قبل، خلفت طفل قبل كده والطفل ده كان حجمه اكتر من 4000 وزنه، يعني اكتر من 4000 جرام، اكتر من 4 كيلو. الستات اللي عندهم بولي سيستيك اوفريان سندروم، الستات اللي عندهم اسينشال هايبرتنشن، الستات اللي عندهم هيستوري لسبونتينيوس ابورشن، كل شويه بيحصل لها اجهاض، او ان اكسبليند ستيل بيرث، او الواد ما الجنين ما بيكملش، بيجي على الشهر السابع ويموت. الستات اللي عندها فاميلي هيستوري للدايابيتس ميليتس للاوبيزيتي، الستات اللي سنها فوق ال 35، الستات اللي عندهم بريفيوس جستيشنال دايابيتس ميليتس، يعني الست اللي جات لها سكر حمل قبل كده عرضه يجي لها تاني لو حملت تاني في المستقبل. في بعض الجنسيات الاسينيتي اللي هي الانديان والساوث اسيان والناس العرب اللي احنا عندنا. يعني الملحوظه اللي انا عايز اقولها لك ان الفيميل with uncontrolled gestational diabetes mellitus بتبقى عندها ريسك ان يحصل لها ايه؟ يحصل لها urinary tract infection UTI، يحصل لها بولي بايلونفرايتس، يحصل لها بري اكلامس، يحصل لها بولي هيدرومنس، يحصل لها اسيمتوماتيك بكتيريا. تاني حاجه no increase في الريسك اوف congenital anomalies يعني ان gestational diabetes mellitus due to glucose intolerance develop late in pregnancy after formation of the fetus. يعني ايه الجمله دي؟ يعني الستات اللي عندهم gestational diabetes mellitus السكر هيظهر في النص الثاني من الحمل، هيكون الجنين اتكون خلاص، فالجستيشنال diabetes mellitus مش هيعمل congenital anomalies، مش هيعمل congenital malformation، لانه بيحدث ليت، بيحدث متاخر في الاسبوع ال 24 الى ال 28 بيكون الجنين تم نموه واكتمل. انما الناس الدايابيتك، الستات الدايابيتك اللي هي تايب 1 او تايب 2، عرضه يحصل لها
كونجينيتال انوماليز، لان هي بتبقى عندها سكر وبدأ الحمل وهي عندها سكر وغير منضبط. كده احنا خدنا الديفينيشن والريسك فاكتورز للستات اللي ممكن يحصل لهم جستيشنال دايابيتس. طيب ازاي هعمل تشخيص للجستيشنال دايابيتس؟ في البري نيتال فيزيت، اول ما الست بتجيلي في اول زياره ما قبل الحمل على طول، بعمل ريسك اسيسمنت فور جستيشنال دايابيتس ميليتس، اللي هي الريسك فاكتورز اللي احنا قلناها الايه اللي لسه قايلينها دلوقتي. طب الستات اللي هم عندهم ما عندهمش هاي ريسك، ما عندهمش حاجه من اللي انا قلتها قبل كده دي، يبقى دول هشتغل معاهم في الاسبوع ال 24 او ال 28 عادي خالص، هبدا اشخصهم. الستات اللي عندهم هاي ريسك لا، اعمل لهم القصه دي بدري شويه، اعمل لهم في بدايات الحمل او في اول زياره بري نيتال، في البري نيتال فيزيت، ما تستناش لغايه ما يوصلوا اسبوع 24. يعني ما تصبرش على واحده ست هاي ريسك ان هي تكون ان يحصل لها جستيشنال دايابيتس ميليتس للاسبوع ال 24 وال 28 وتقول عشان ده هو بيحصل في الفتره دي، لا، ده الكلام ده مع الستات اللي هم لو ريسك او الستات الطبيعيين خالص ما فيش اي مشاكل. انما اي ست عندها ريسك من اللي احنا قلناه تبدا معاها بدري، تبدا معاها في البري نيتال فيزيت على طول. طب هتشخص ازاي جستيشنال دايابيتس ميليتس؟ عندنا طريقتين للتشخيص. الطريقه الاولى بنسميها وان ستيب بروتوكول، الطريقه الثانيه تو ستيب بروتوكول. الوان ستيب بروتوكول دي التايم بتاعها بيبدا طبعا خلاص في الاسبوع ال 24 لل 28. طب الطريقه دي عباره عن ايه؟ عباره عن فاستنج 8 اورز ات نايت، فاست 8 نايت اورز، يعني الست هتصوم 8 ساعات مسائيه بالليل، هتتعشى ومش هتفطر، وبعد اول ما تصحى من النوم هتاخد 75 جرام من الجلوكوز. طيب وقيس السكر اول ما تصحى من النوم قبل ما تاخد ال 75 جرام من الجلوكوز، ويبقى ده رقم الصايم الفاستنج، وقيسه بعد كده بتاخد ال 75 جرام جلوكوز، وقيس السكر بعد ساعه من ال 75 جرام جلوكوز اللي خدتهم، وقيسه بعد ساعتين. طيب لو الفاستنج طلع اكتر من 92، ال 1 اور طلع اكتر من 180، ال 2 اور طلع اكتر من 153، اف 1 ريزلت از بوزيتيف، يعني لو في واحده من الثلاثه دول بوزيتيف، فالست دي جستيشنال دايابيتس ميليتس. القصه دي اسمها اورال جلوكوز تولرانس تيست افتر انجيشن اوف 75 جرام جلوكوز. فهي وان ستيب، صيام 8 ساعات مسائي، تصحى اول ما تصحى من النوم نقيس السكر صايم، بعد كده تاخد 75 جرام جلوكوز، وقيس السكر بعد ساعه من ال 75 جرام جلوكوز اللي خدتهم، وبعد ساعتين، واطلع الثلاث نتائج، اي نتيجه منهم بوزيتيف اكتر من الارقام دي اتشخصت جستيشنال دايابيتس ميليتس. الطريقه دي بيتم استخدامها في مصر اللي هي وان ستيب بروتوكول، وبيتم استخدامها في اماكن كتير من العالم. الطريقه الثانيه دي موجودة برضو في أمريكا وفي أوروبا وفي الخليج، بس ما بنستخدمهاش كتير في مصر عشان هي إيه الست بتتعب فيها شوية. طب التو ستيب بروتوكول للتشخيص دي بنعملها إمتى بقى؟ فور لو ريسك فيميل آت 24 و 28 أسبوع، الستات اللي عندهم لو ريسك، لو ريسك مش الستات الهاي ريسك، والهاي ريسك ممكن تتعامل عادي ما فيش مشكلة خالص. تفاصيلها إيه؟ هي تو ستيب. الستيب الأولانية عبارة عن إيه؟ فيرست جلوكوز تشالنج تيست، يعني اختبار تحدي الجلوكوز الاول. هتعمل ايه مع الست؟ الست هتصحى هتيجي هتديها 50 جرام جلوكوز انجستد وزود فاستنج، يعني هتيجي كده في اي وقت وتاخد 50 جرام جلوكوز، 50 جرام جلوكوز بتدوبين في شويه ميه وتشربهم من غير ما تبقى صايمه 8 ساعات ولا فيها اي صيام عادي خالص، وبعد ما تاخد ال 50 جرام جلوكوز هتعمل لها تقيس لها السكر بعد ساعه من ال 50 جرام جلوكوز اللي خدتهم. طب ال 1 اور بوست براند يعني بعد ال 50 جرام جلوكوز لو طلع اقل من 130 يبقى الست دي ما عندهاش جستيشنال دايابيتس، هتروح، هنقول لها روحي يا ست الكل. طب لو طلع اكتر من 130 الى 140، اكتر من 140 بالذات، يبقى الست دي احتمال ان يطلع عندها جستيشنال دايابيتس، فهناكده بالسكند ستيب. سكند ستيب اللي هي ايه بقى؟ تعمل لها ايه بعد كده؟ هتقول لها احنا هنعمل لك اختبار تحدي السكر الثاني، لان تحدي السكر الاول بتاع سعادتك اللي هو ال 50 جرام جلوكوز طلع عالي بعد ساعه. التحدي الثاني اسمه سكند جلوكوز تشالنج تيست، اسمها هتاخد 100 جرام اورال جلوكوز تولرانس تيست. الستيبس ازاي؟ هتصيم الست دي، الست هتصوم من 8 ل 10 ساعات بالليل، هتصحى الصبح تاخد منها عينه صايم، وبعد لما هتديها 50 جرام جلوكوز لا هي دخلت التحدي الثاني فتزود فهتاخد 100 جرام جلوكوز، وبعد كده تبدا تقيس السكر في الفاستنج قبل ما تاخد ال 100 جرام جلوكوز، بعد ال 100 جرام جلوكوز بساعه 1 اور بوست برانديال، وبعديه بساعتين 2 اور بوست برانديال، وبعديه بثلاث ساعات، وتاخد القرايات بتاعتك اربع قرايات اهم. في ناس كتير مختلفين على القرايات دي، الفاستنج لو اكتر من 95
او ال 1 اور اكتر من 180، ال 2 اور اكتر من 155، ال 3 اور اكتر من 140، ممكن تزود 10 في بعض الجايد لاينز في الاماكن مزوده 10، يعني الفاستنج من 95 ل 105، 1 اور من 180 ل 190، 2 اور من 155 ل 165، 3 اور اكتر من 140 ل 150، يعني ممكن مسموح لنا نزود 10، خدها على القليل مفيش مشاكل. وبعد ما تعمل القياسات دي لو لقيت 2 ريزلت از بوزيتيف، يعني الفاستنج مع 1 اور 2 اور مع فاستنج 2 بوزيتيف، عشان هو اختبار التاني فلازم يبقى عندك 2 بوزيتيف، كونفيرم جستيشنال دايابيتس ميليتس، هتقول لها انت عندك 2 رايتين هناك هنا اب نورمال، يبقى انت كده خلاص يا ست الكل في جستيشنال دايابيتس ميليتس. لو 1 ريزلت هي اللي بوزيتيف بس في الاختبار التحدي التاني، لا هتعيده تاني بعد في خلال 4 اسابيع، ما تزودش عن كده عشان تاكد ان دي جستيشنال دايابيتس ميليتس. خلص التشخيص بوان ستيب بروتوكول، قلناها 75 جرام جلوكوز بتو ستيب بروتوكول، الحته دي رخمه شويه بس انا حاولت ابسطها لك اهو، وان ستيب 75 ورقم واحد وخلصت القصه. التو ستيب 50 جلوكوز عالي، هتخش على السكند ستيب ب 100 جرام جلوكوز، تعمل 4 قرايات، 2 منهم بوزيتيف خلاص، واحده بس تعيده تاني بعد 4 شهور، وخلصت قصة التشخيص على كده. التشخيص بتعمله للهاي ريسك في ميل طبعا في الاسبوع 24 ل 28، لو في اللو ريسك في ميل بتعمله للو ريسك في ميل في الاسبوع 24 ل 28، ولو هي هاي ريسك هتعمله لها بدري شوية في الفيرست بري نيتال فيزيت. يبقى احنا كده خدنا الديفينيشن، خدنا الريسك فاكتور، وخدنا الدياجنوزيس، وطولنا شوية في الدياجنوزيس عشان هو اصعب حاجة، بس حاولت ألمها في 5 دقايق. هنخش بعد كده في المانجمنت. انت كده خلاص شخصت ان الست دي جستيشنال دايابيتس ميليتس في الاسبوع ال 24 ال 28، هتبدا تتعامل معاها ازاي؟ هنتعامل بلايف ستايل، تعمل لي اكسرسايز، تمشي لي 150 دقيقه في الاسبوع، تعمل لي دايت كويس، تعمل كالوريك انتيك كويس يبقى هيلسي، تاخد 25 ل 35 كيلو كالوري بير كي جي تقريبا، وتعمل لي 3 ميل ميل مين ميل 3 وجبات رئيسيه و3 سناك، والوجبه الرئيسيه يبقى من مكوناتها ال 40 ل 55% كارب متوزعه على 3 وجبات، و20% بروتين متوزعه على 3 وجبات، و25% فات متوزعه على 3 وجبات. وجد ان في نسبه كبيره جدا من حوالي 50 60 من 60 الى 80% من البيشنت اللي عندهم جستيشنال دايابيتس ميليتس وانت اكتشفته في البدايات بيبقوا نورمو جلايسيميك باللايف ستايل، فما تستهترش باللايف ستايل لدرجه انك ممكن تحتاج دكتور تغذيه يساعد معاك في القصه دي، هتفرق معاك جامد. طيب لو انت اضطريت ان اللايف ستايل مش جايب معاها نتيجه، هتخش على الادويه، لازم هتدي شويه انسولين عشان يظبطوا الدنيا بتاعتها. طب الانسولين عندك التوتال ديلي ريكويرمنت للست دي لو فشل معاها اللايف ستايل وهتبدا فيه، هتاخد من 7 من 10 ل 2 وحده بير كي جي ل 2 يونت، يعني مثلا لو هي وزنها 100 كيلو وتاخد 7 من 10 يبقى 100 في 7 من 10 ب 70، هتحتاج 70 وحده في اليوم. هتبدا انواع الانسولين اللي هتحتاجها الست دي، عندك الانترميديت اكتنج انسولين ال ان بي اتش مفيش في مشاكل، ده هيغطي لك 12 ساعه الجرعه هتغطي 12 ساعه. عندك اللونج اكتنج انسولين زي الليفامير، الجرعه هتغطي لك من 18 ل 24 ساعه، الحاجات دي مسموح نستخدمها الانسولينات دي في الحمل. عندك الشورت اكتنج انسولين اللي هو الريجولار انسولين او المائي، هيغطي لك من 6 ل 8 ساعات. عندك الفاست اكتنج انسولين انالوجز زي الليسبرو والاسبارت مسموح بيهم، الجلوليزين اللي هو الابيدرا كبر دماغك منه. في اللونج اكتنج الليفيمير هو اللي مسموح بس، التريسيبيا واللانتوس لسه عليهم كلام. بعد الانسولين ده انواع الانسولين لو حبيت تشتغل مع البيشنت، ودي الانواع اللي انت ممكن تشتغل عليها. طب ايه قصه الميتفورمين في الجستيشنال دايابيتس؟ ده بيعتبر سكند تشويس اولترناتيف تي انسولين، يعني الست رافضه الانسولين وسكرها مش عالي قوي ومش عايزه تتشك، ممكن تجرب معاها الايه الميتفورمين. الميتفورمين بيكروس البلاسينتا، بيعدي البلاسينتا وزود تيراتوجينيسيس، يعني يعدي البلاسينتا ويوصل للجنين بس ما بيعملش تشوهات في الجنين. مثل الميتفورمين اللي هو ان هو ما بيعملش هايبوجلايسيميا، نو هايبوجلايسيميا. ثالث اوبشن عندي بعد الانسولين والميتفورمين هو الجلوبرايد اللي هو الجليبنج كلامايد اللي هو الدوانيل في السوق. ده بيبقى فيه شويه ريسك مع لو استخدمناه في الجستيشنال دايابيتس، بيبقى فيه ريسك طبعا اوف هايبوجلايسيميا لان ده من انواع السلفونايل يوريا، بيبقى فيه ريسك اوف ريسبيراتوري ديستريس سندروم للجنين، بيبقى فيه ريسك معاه للارج فور جستيشنال ايج ان الطفل يجي حجمه كبير، لان السلفونايل يوريا بتعمل ويت جين، فممكن الطفل يبقى حجمه كبير فيزود الريسك بتاع البيرث انجري.
المهم الادويه العلاج لايف ستايل مهم جدا جدا، ما ظبطش دخل انسولين، رافضه الانسولين، حاول تظبط بميتفورمين والجلوبرايد، ده اختيار ثالث ايه يعني، مش ما فيش ناس كتير قوي بتمشي عليه. طيب بعد ما حددنا ان الست خلاص اللايف ستايل فشل معاها وهتحتاج انسولين، الانسولين عرفنا انواع الانسولين اللي هتستخدمها ايه، وعرفنا الدوز هتحسبها ازاي. طيب هندي مثال ازاي تقسم بقى التوتال ديلي دوز بتاع الانسولين، ديفيجن اوف توتال انسولين دوز. اكزامبل لو التوتال ديلي دوز، لو الست دي حسبت لها جرعات الانسولين بتاعتها وجدت انها محتاجه 60 وحده انسولين، هتاخد ال 60 وحده انسولين ازاي؟ هتاخدها بنظامين، نظام اسمه بولس بيزل او بيلس او بيزل بولس، ونظام اسمه سبليت ميثود. اهم حاجه عندي واللي جايد لاينز هنتكلم عليه هو نظام البيزل بولس. هنقول في مثال البيزل بولس بيتقسم 50 50، يعني ايه؟ 50% من التوتال ديلي دوز هتتاخد بولس، و50% من التوتال ديلي دوز هتتاخد بيزل، 50 50. طيب ال 50% اللي هتتاخد بولس، يعني هتتاخد دي اسمها هيبقى يعني ايه بولس؟ يعني هتتاخد مع كل وجبه، عشان الانسولين في الشخص الطبيعي الانسولين بيطلع على هيئه بولس مع الوجبات. فطرت بيطلع بولس اوف انسولين، البنكرياس بيطلع لك بولس اوف انسولين تحرق الفطار، اتغديت بولس اوف انسولين تحرق الغداء، اتعشيت بولس اوف انسولين تحرق العشاء. يبقى ال 50% من التوتال ديلي دوز هيستخدمهم بولس، يعني هقسمهم مع الوجبات، يعني هيحرقوا السكر بتاع الوجبه، يعني هيحرقوا السكر الفاطر، هيحرقوا البوست براندي يعني. فهندي مثال لو عيانه محتاجه 60 وحده انسولين في اليوم، يبقى نصهم 50% منهم هيبقى بولس، هيبقوا 30 وحده، نص ال 60 30. ال 30 هنقسمهم ازاي؟ هنقسمهم مع الوجبات فطار غدا عشاء. حلو الكلام؟ طب هتقسمهم بالتساوي او هتزود في الوجبه عن الثانيه على حسب نسبه الكربوهيدرات اللي موجوده في الوجبه. فال 30% ال 30 وحده دول يتاخدوا 10 10 10 لو نسبه الكرب متساويه في الثلاث وجبات، لو نسبه الكرب عاليه شويه في الغداء ممكن تدي في الغداء 15 وتقسم ال 15 التانيين 7 و8 او 7 و7، عاليه قوي ممكن تدي 5 20 10، قسمهم براحتك على حسب الثلاث وجبات او على حسب الاربع وجبات. لو بياخد اربع وجبات ياخد اربع 30 تتقسم على الاربعه وهكذا. طيب دي ال 50% اللي هي البولس، ال 50% البيزل اللي هي دي جرعه ثابته بتبقى موجوده طول اليوم. انت عارف في النورمال فيسيولوجي البنكرياس بتاعك بيطلع نسبه انسولين ثابته ما بيحصلهاش بيك على مدار ال 24 ساعه، بنسميها بيزل انسولين. ومن انواع البيزل انسولين اللي متصنعه بره اللي بتشبه البيزل انسولين اللي البنكرياس بيطلعه الانترميديت اكتنج اللي هي الان بي اتش، واللونج اكتنج زي الليفيمير. طيب ال 60 ال 60 وحده 50% منهم هيبقى بولس، خلاص اللي هم ال 30، وعرفت بتدي ال 30 ازاي. طب ال 60 وحده 50% منهم هيبقوا بيزل اللي هم 30 وحده، هتدي ال 30 بيزل ازاي؟ هتديهم على مره او على مرتين. لو استخدمت الانترميديت اكتنج انسولين اللي هو الان بي اتش اللي بيشتغل 12 ساعه، يبقى هتقسم ال 30 على مرتين، 12 الصبح عشان بالنهار عشان يغطوا ال 12 ساعه بتاع النهار، و12 بالليل عشان يغطوا ال 12 ساعه بتوع بالليل. او لو استخدمت اللونج اكتنج زي الليفيمير ممكن تستخدمه مره واحده وخلاص، هيغطي لك من 16 الى 24 ساعه. يبقى عرفنا الطريقه ازاي، بيزل بولس، بيزل بولس. بيزل 30% من 50% من التوتال ديلي دوز، بولس 50% الثانيه من التوتال ديلي دوز. البيزل بتتاخد مره، لو هتستخدم لونج اكتنج زي الليفيمير هتستخدمها مرتين عشان تغطي النهار والليل، لو استخدمت الايه الانترميديت اكتنج زي الان بي اتش. البولس هتتقسم على الوجبات بالتساوي او مش بالتساوي على حسب نسبه الكارب اللي موجوده في الوجبات. البيزل بتحرق السكر الصايم لانها موجوده على 24 ساعه بنسبه ثابته ما بتعلاش وما بتوطاش. البولس بتحرق سكر بعد الاكل. انت بقى تبدا تلعب مع المريضه، تزود في البولس تزود في البيزل على حسب السكر بتاعك انهي اللي مش مظبوط. لو الصايم اللي مش مظبوط تزود في البيزل، لو الفاطر هو اللي مش مظبوط تزود في البولس وهكذا. تاني طريقه بنسميها السبليت ميثود. في بعض انواع الانسولينات في التامينات وفي بعض الدول الانسولينات دي عباره عن ميكس تارت، خليط يعني. العبوه دي عبوه الانسولين دي بيبقى مكتوب عليها انسولين ميكس تارت، يعني انسولين خليط ما بين انترميديت اكتنج انسولين بنسبه 70% ولونج وشورت اكتنج بنسبه 30% او بنسبه 50 50. فالناس اللي عندهم ميكس تارت هيستخدموا الميكس تارت ازاي مع الحمل؟ الجايد لاينز يعني ما عادش بتتكلم عنها قوي.
هتقسم التيتا، لو هيستخدم الميكستار ده هياخده تلتين وتلت. يعني ايه تلتين وتلت؟ يعني لو العيان محتاج 60 وحدة في اليوم انسولين توتال ديلي دوز، وهتستخدمها له بطريقة الميكستار، يبقى ال60 وحدة دول تلتينهم من الميكستار ده ياخدهم في الفطار، والتلت التاني ياخدهم في العشاء. بس تلتين وتلت، يبقى العيان هياخد يعني لو هو محتاج 60 ميكستار يبقى محتاج 40 في الفطار، يبقى هتكتب له كده انسولين ميكس 70 30 او 50 50. محتاج منهم، محتاج 60 وحده منهم 40 في الفطار، يبقى 40 وحده في الفطار 20 وحده في العشاء، وهكذا. دي اسمها السبليت ميثود، ان انت بتقسم التوتال ديلي دوز لو هتستخدم الانسولين ميكس على قسمتين، تلتين تلتينها في الفطار والتلت التاني في العشاء. الحته اللي تحت دي بتاع الانسولين بامب دي مش تبعنا، احنا كنا بنتكلم في البريجنانسي اللي هم تايب 1 وتايب 2 اللي حصل لهم بريجنانسي، ما فيش انسولين بامب بتستخدم في الجستيشنال دايبيتس. هنكمل يا جماعه اخر سلايد في الجستيشنال دايبيتس ميليتس، هو الجايد لاينز نوتس او الجايد لاينز ريكومنديشن، تجميعه كده. انا بحاول اجري ومش قادر اتكلم لان الموضوع كبير وانا بلخصه قدر المستطاع، وانا بقول لسعادتك ان الموضوع فيه احتكار من بعض الدكاتره محتكرين حالات سكر الحمل، وكل واحد خايف يعالج سكر حمل. فانت اسمع معايا المحاضرتين، ولو في اي استفسار وخاصه في الانسولين ابعت لي وانا افهمك الدنيا تمشي ازاي، عشان انا ما بحبش الاحتكار. الجايد لاينز نوتس بتقول ايه؟ دايجنوزد فيميل ويز جستيشنال دايابيتس ميليتس ات ريسك اوف بري اكلامسيا. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الست اللي تشخصت جستيشنال دايابيتس ميليتس خلي بالك يا دكتور ممكن يجي لها بري اكلامسيا. سو يبقى انت جاي ايه تظبط دماغك وتعمل للست دي 24 اور يورينري بروتين، وتعمل لها كرياتينين كليرنس، وتشوف الضغط، وتشوف في لور لمب اديما ولا لا. يبقى الحاجات دي ماست بي دان افري اي، كل 1 تو 2 ويكس انتل ديليفري. يعني ست جاستيشنال دايابيتس ميليتس شخصها في الاسبوع 24 28، الحاجات دي تحطها في دماغك كل اسبوع لاسبوعين لغايه ما تخلص، عشان هي عرضه انها تخش منك في في بري اكلامسي. تاني حاجه البريجنانسي ماستنت تو جو بايند تيرم، يعني الست الحامل اللي اتشخصت جاستيشنال دايابيتس ميليتس حاول قدر المستطاع تولدها في ميعادها، ما تخليهاش تولد بعد ميعادها. Most patient don't require insulin during delivery. يعني بيقول لك الستات دول غالبا مش هيحتاجوا insulin during delivery لان معظمهم بيتظبط باللايف ستايل والدنيا بتمشي معاهم كويس. بس لازم تاخد بالك about 95% of patient return to normal next day of delivery. 95% من الستات اللي عندهم gestational diabetes هيرجعوا طبيعي، السكر هيرجع طبيعي تاني يوم في الولادة، لان البلاسينتا اتشالت والهرمونز اللي بتطلعها اللي كانت عاملة insulin resistant ما عادتش شغالة. بروجريشن اوف تايب 2 دايابيتس ميليتس من نسبته من 5 ل 50%. يعني الست اللي جالها جاستيشنال دايابيتس ميليتس عرضه انها تخش في تايب 2 في المستقبل من 5 ل 50%. ليه الوايد رينج دوت؟ ليه الرينج الواسع دوت؟ ده بيعتمد على حاجات كتير، بيعتمد على اللايف ستايل بتاعها بعد ما تخلص الحمل، بيعتمد على الانسولين نيد ديورنج بريجنانسي، كانت بتحتاج جرعات عاليه قوي من الانسولين تظبط بيها السكر في الحمل ولا لا، بيعتمد على البادي ويت، على الفاميلي هيستوري، على الجلوكوز ليفل ديورنج بريجنانسي، على الكونتراسبتيف بيلز اللي هتاخدها بعد ما تخلف. كل ده عوامل ممكن تخليها تخش في تايب 2 او ما تخشش بنسبه من 5 ل 50%. اول فيميل ويز جستيشنال دايابيتس ميليتس ماست دو 50 جرام اورال جلوكوز تولرانس تيست ات ليست 6 ل 10 ويكس افتر ديليفري. كل الستات بعد ما اللي جالها جاستيشنال دايابيتس ميليتس بعد الولاده وتبقى تمام لازم تعمل الجلوكوز تولرانس تيست اللي هو ب 50 جرام او ب 75 من 6 ل 10 اسابيع بعد ما تخلص الولاده، عشان تتاكد ان السكر راح من عندها تمام. تايب 1 اند تايب 2 ممكن لازم لو عيانه بقى تايب 1 او تايب 2 حصل لها حمل، دي مالهاش علاقه بالجستيشنال، لازم تدي له دوز اسبرين فروم ذا اند اوف فيرست ترايمستر، مع نهايه الشهر الاول، مش في الجستيشنال في تايب 2 تايب 1. بعد كده البلاد بريشر تارجت بتاعي لازم ما ايه يبقى حوالي 120 80، حاول ما يقلش عن كده، لان الناس الدايابيتك بالذات اللو تارجت بيعمل فيتال امبير الفيتال جروس. في حاجه كده ممكن لو عايز تظبط بيها الانسولين قوي، بيقول لك ان كل واحد يونت انسولين بيحرق لي تقريبا 10 جرام كارب، فممكن تحسب لها كميه الكارب اللي موجوده في الوجبه، وعلى حسب كميه الكارب تديها عدد وحدات الانسولين اللي تحرق كميه الكارب دي في الثلاث وجبات. يعني لو بتاخد 30 جرام كارب في الفطار هتحتاج 3 وحدات انسولين، من 1 ل 1.5 وحدة تقريبا. الفندس اكزامينيشن نوت روتين، مش روتين انك تعمله في الجستيشنال دايابيتس ميليتس، ولكنه روتين في تايب 2 دايابيتس اللي حصل لها حمل. طيب الستات
احنا خلاص كده خلصنا الحمد لله الجستيشنال دايابيتس ميليتس، والمحاضره اللي فاتت قلنا تايب 1 وتايب 2، الناس تذاكرهم بالراحه، تسمعهم بالراحه، لان موضوع كبير جدا كده، تشرح كل الدايابيتس والبريجنانسي بالجايد لاينز بتاعته بسلطاته بابا غنوناه بناته بكل حاجته في 50 دقيقه، اقل من 50 دقيقه. اللي مش فاهم حاجه يبلغني واحنا هنعيدها تاني، لان الموضوع فيه احتكار والناس بتخاف تعالج الدايابيتس في الحمل، وفي ناس كده في كل مكان كده ايه يقول لك روح لدوت روح لدوت، لا انت هتعالجه ان شاء الله، وهنلغي الاحتكار بامر الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.